اهلا بكم حبايبي في مراجعه قصه واسلاماء الفصل الاول. فسمي بسم الله كده ومعاك كراسه الملاحظات بتاعتك المذكره الذهبيه ومعاك قلمك المخالف وشمر كده بقى وتوكلوا على الله عشان ايه نشوف هنستفيد ايه ان شاء الله النهارده باذن الله. توكلنا على الله. بقول اول حاجه جمع بساط. طبعا جمع بساط بسط يعني هي واضحه كده. معلش الجموع دي بالذات لازم نكون يعني ما ينفعش نالفها. فجمع بساط ايه؟ ها بسط. مضاد التوفيق مش الهزيمه، لا دايما يقول لك واحد موفق التاني فشل، يبقى مضاد التوفيق الفشل. تمام صح كده؟ انا شايف ناس تقول اه صح كده، ايوه انا عايز الحيويه والتفاعل ده، انك انت اه صح وتبوز بقى لما تعمل غلط وتحسب اخطائك قد ايه بقى. يعني بيقول بعد كده ليس لنا ان نلومه الا بمقدار، يقصد طبعا ممدود هنا من مقدار قليل يعني 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 ده وجهه نظر ممدود انه مقدار قليل يعني. طب قول لي بقى الاسئله بقى النظريه هنجاوبها كده شفوي مع بعض. لماذا اراد جلال الدين ان يطوي بساط الشطرنج؟ ده سؤال مستنتج على فكره يعني، ما فيش في لو قريت الفصل كله ودورت ليه هو اراد ان يطوي الشطرنج مش هتعرف. ده هو مستنتج، هو كان بدا ايوه صح كده. في ناس هي بتقول انه كان بدا عليه بعض الغضب او بعض الزهق او بعض السقامه، فنقول ليه الملل او الغضب او الحزن او الافكار التي كانت تتزاحم حول ايه حول راسه. لماذا يجب ان لا نلوم خوارزم شاه الا بمقدار؟ السؤال بقى اللي هو رقم 5، ليه ما يجبش ان نلوم خوارزم شاه الا بمقدار؟ طبعا هنقول دفاع ممدود اللي هو بتاع توسيع رقعة ملكه وحتى لا يعطل جنوده عن العمل وعشان ينشر الاسلام في بلاد لم يدخلها الاسلام بعد. بما رد جلال الدين عليه، طبعا جلال الدين زي ما انت عارف رد عليه قال له وماذا جنى من وراء ذلك يا ممدود غير فقدان الجزء الاعظم من البلاد وتعريض المسلمين لطوفان التتار، وكمان اخشى ان يكون مسؤولا امام ذلك امام ربيها عن ذلك. نجري النحو بقى. ايوه ها، استخرج ثلاث معارف مختلفه. يعني ايه ثلاث معارف مختلفه؟ انت عارف ان في 6 انواع من المعرفه. تعالى مع بعض. اول واحده مين يا شباب؟ ممدود صح كده، اول واحده ممدود دي تمام. طيب تاني واحده لانها علم، دي علم ادرك جلال الدين. ممكن تقول لي علم تاني بس احنا عايزين حاجه يعني معرفه بطريقه اخرى، ممكن الشطرنج صح. اه المشكله مش كده، وممكن بساط الشطرنج برضه ليه معرفه بالاضافه. يبقى انا كده خلاص لو قلت ممدود لانها علم، ولو قلت بساط لانها معرفه بالاضافه، ولو قلت الشطرنج لانها معرفه بقلب، يبقى انا جبت الثلاث كلمات معرفه مختلفه. برضه لو طلعت خوارزم صح علم مش كده، ولو طلعت كمان هذه اسم اشاره صح كده برضه ده لانها اسم اشاره. يعني انت لو قلت لي اسم اشاره او كلمه هذه معرفه لانها اسم اشاره يبقى صح كده تمام. يبقى كده انا جبت له ثلاث معارف ايه يا شباب مختلف. بيقول لي اعرب ما تحته خط. طبعا انا عارف ان يعني انا لسه ما يعني ما رجعناش مع وعد الاعراب، ولكن انا عايزك يعني ايه عارف يعني تبدا تعرب ولو غلط معايا ابدا وانا صحح لك. عارف دي الطريقه، عارف زي اللي بيتعلم سواقه يخش في عمود ويخش في شجره بس هو ماشي بالراحه على ميله يعني لغايه ما ايه بقى خلاص بقى يبدا ايه يتعود يعني. لا والله ولا عمود ولا شجره ولا حاجه، ده الموضوع سهل والله خالص. واستعد بقى عشان تكتب ملحوظاتك. اه استعد بقى خلي بالك يعني. بص اول كلمه بيقول لك ان عمي خوارزم. في قاعده قانون قبل ما اعرف بتقول ان اي درجه قرابه زائد اسم صاحبها تبقى الكلمه الثانيه بدل. حلوه الجمله دي على طول في ملاحظاتك في المذكره الذهبيه. دون يا ريس على طول، دون يا بنتي. ايوه كده ها. اي ايه يا استاذ؟ قول تاني. حاضر اقول تاني. اي درجة قرابة زائد اسم صاحبها يبقى الكلمة التانية بلد بدل. بدل يعني ايه؟ ما هو عمي خوارزم، عمي دي درجة قرابة، خوارزم ده اسمه مش كده ولا لا؟ طب لما اقول اخي محمد اهي درجة قرابة والاسم. ابي علي يعني ابويا اللي اسمه علي، يبقى دي ابي وعلي صح كده. يبقى اي درجة قرابة اكتبها عندك في مذكرتك، اي درجة قرابة زائد اسم صاحبها يبقى الكلمة التانية بدل. والبدل معلومة انه بيتبع اللي قبله. البدل زي الصفة بالظبط، بيتبع الكلمة اللي قبله. الكلمة اللي قبله عمي، عمي منصوبة لأنها اسم إن، يبقى خوارزم اسم إن. أخطأه التوفيق، مين اللي أخطأه؟ التوفيق. يبقى التوفيق فاعل مش مفعول به. لا طبعا، مين اللي أخطأ؟ مين اللي أخطأه؟ مين اللي مش يعني اللي ما أصابش خوارزم شاه؟ التوفيق. يبقى هنا التوفيق فاعل مرفوع علامة رفعه الضم. تعالى بقى للفقرة الثانية. بيقول لي فقد كان رحمه الله أعظم ملوك عصره إلى آخر الفقرة. بيقول لي جمع أعظم، معلومة حلوة. دايما يا شباب جمع أفعل أفاعل صح كده، برافو ليا. جمع أعظم إيه؟ أعاظم. أما العظائم عظيمة. طب وعظام عظيم. طب وعظمى وعظميات عظمى. شفتوا كلها قريبة من بعض إزاي؟ عظائم عظيمة وأعاظم أعظم طبعا اللي إحنا اخترناها،
وعظام عظيم وعظميات عظمى. عشان بس قلت لكم الجموع دي على فكرة عايزك وانت بتقرأ في القراءة والقصة اي جمع او مفرد يعني خفت منه كده او ما عرفتش مفرده يا تيجي تقول لي يا تدور عليه في المعجم يا تدور عليه على جوجل يا دور ما تسكتش دوره. مضاد المضطرد. المضطرد هنا لازم يكون عارف معناها طبعا الاول. التوسع المضطرد ارجع للقطعه يا جماعه برضو القطعه عندي هنا فين اللي هو التوسع المضطرد. يبقى هنا كلمه المضطرد يعني ايه؟ ها المتزايد. يبقى عكسها برافو المتناقص صح كده. ايوه المتناقص. جحافله. هي جحافله يعني ايه؟ الجموع الكثيره بتحب الكسره طبعا. ايوه كده برافو تحب الكسره. طب اثر. ايوه برافو فضله. طب جمع رقعه. رقع وديك برضو معلومة حلوة. الجمع بيجي كتير قوي ان انا شيل تاء التأنيث. نخلة نخل، لعبة لعب، قرية قرى، رقعة رقع، وهكذا. فمن ضمن الحاجات اللي بتعين على الجمع كتير ان لو شلت تاء التأنيث تحصل على الجمع وجمع افعل افاعل. فخلي بالك تكتب الملاحظات دي معاك ان حذف تاء التأنيث في كثير من الكلمات تحصل على الجمع، وايضا افعل بيبقى جمعها ايه يا شباب؟ افاعل. بقول لي عم تتحدث العباره. طبعا كان طبعا عن الخوارزمي شاه. برافو. ايه اسباب هزيمته لقدام التتار؟ وعلى فكره دي حته مستنتجه يعني ما فيش حته في القطعه في القصه هتروح تلاقي اسباب هزيمته قدام التتار. ده انت كنت لازم تقرا الفصل اصلا. هتلاقي ان عده اسباب. السبب الرئيسي والكبير هو قوه التتار وكثره عدد التتار. السبب الثاني وايضا سبب رئيسي لا يغفل وهو عدم مساعدة ملوك المسلمين لجلال اللي خوارزمي شاه كما قال جلال الدين وكان عايز ينتقم منه غيره. بيقول لي بقى السؤال 14 بيقول لي ما الهدف من غارات التتار الحربيه على البلاد الاسلاميه؟ طبعا الهدف كان واضح جدا السلب والنهب والتدمير. فالتتار لم تكن امه تنشر مبدا او تنشر عقيده وانما كانت تريد ان تنشر الفساد ولا تريد الا السلب والنهب. بيقول لي استخرج ثلاث نكرات. خلي بالك وانت بتطلع النكرات نروح للنحو بقى. انت بتطلع النكرات لازم تتاكد انها مش حاجه من السته فالموضوع مش سهل قوي كده. يعني اول حاجه ايه؟ فقد كان رحمه الله اعظم ملوك عصره كلها معرفه، لان اعظم مضاف الملوك وملوك مضاف العصر وعصر مضاف الضمير، فالضمير عرف الكل. اوسعهم ملكا صح كده برافو، ملكا نكره فعلا. واشدهم ها قوه. تمام قوه نكره صح. بص المفاجاه اللي جايه دي بقى، ها غمض عينيك كده وبص واسمع. لابد. نكره. ما هو انتوا كلكم بتفتكروا ساعات ان لابد دي كلمتين، يبقى بد دي كلمه نكره. لئلا يعطل جنوده وجحافله العظيم على العمل. كل دي معارف. قبل ان يكون ذلك في بلاد، لا بلاد صح نكره. ايوه صح كده. لم يدخل الاسلام بعد حتى يجمع بذلك بين خدمه الدنيا، لا كل ده معرفه. توسيع رقعه ملك. توسيع نكره. لا هنا توسيع كلمه ملك اهي. شفت كلمة ملك فيها ضمير. شفت انا كنت هسرع اهو. ملك فيها ضمير اضفت لمين؟ لرقعة. فرقعة عرفت وبالتالي وسع مين؟ وسع عرف مين؟ عرف توسيع. خدمة دينه برضو معرفة. نشر الاسلام اقصى البلاد. كل دي معارف بايه يا شباب؟ بالاضافة. يبقى كده احنا طلعنا ثلاث نكرات. انا بقولك المعارف عشان احسن تكون طلعتها نكرة. اعرب ما تحته خط. بقول لي لقد كان رحمه الله اعظم. بص اول ما الجمله تبدا بكان على طول يجي لك حساسيه كده، لازم تدور ليها على اسم وخبر. فين اسم كان؟ هو تقديره هو اللي عايد على خوارزمي شاه. كان هو رحمه الله دي جمله اعتراضيه بيسموها كده، يعني ممكن تشيلها من الكلام، جمله اعتراضيه زياده يعني. يبقى اصل الجمله ايه؟ ها لقد كان اعظم. يبقى اعظم برافو خبر مين؟ خبر كان منصوب علامه نصبه الايه شباب؟ الفتحه. اوسع ملكا ملحوظه ذهبيه. يلا يا جماعه نستعد ونكتب ملحوظه جميله جدا. ايه الملحوظه دي؟ بتقول ايه؟ ها افعل زائد نكره منصوبه وانت مغمض تعرب تمييز. افعل زائد نكره منصوبه وانت مغمض تعرب تمييز. اكبر سنا، اوسع ملكا، اشد قوه. يبقى على طول نكرة منصوبة زي الشكل اللي قدامك ده اللي هو أوسعهم ملكا أشدهم قوة، يعني قوة أخرى تمييز. أما لو قلت بقى مثلا إيه أكبر مشروع، يعني فلنفرض كده أنا أكتبها لك معلش تحت كده معايا، شايف المؤشر أهو أكبر ها مشروع. خلي بالك أنا عندي أفعل زائد مشروع إيه زائد نكرة بس مش منصوبة. لأن قارن كده كلمة مشروع ما فيهاش ألف نصب، لكن فوق أنا بقول لك إيه؟ ارجع للتعريف اللي أنت كتبته بإيدك واشهد على نفسك، اشهدي على نفسك. أنا قلت أفعل زائد نكرة إيه؟ ها سمعني تاني منصوبة، أيوة كده. يبقى ملكًا فعلًا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. لئلا يعطل، لئلا دي جميلة بقى. لئلا دي متكونة من إيه يا شباب؟ من لأن لا، برضو بص معايا كده، لئلا تساوي لا أن لا. يا أستاذ ده مكونة من ثلاث حاجات.
ما هو لازم اعرفها ليه؟ عشان كلمه ان اللي في الوسط ديت يا شباب، ان ده ايه اللي في الوسط اللي هي لان لا، هتنصب يعطل، يعني فعل مضارع منصوب بعد لان لا. يا ريت المحفوظات، يا ريت الملحوظات دي تكون بتكتبوها، ملحوظات سريه جدا وغنيه جدا. ها، يعطل فعل مضارع منصوب بعد ان، ودي كلمه ثانويه عامه خلي بالك. يجي بقى بيقول لك ايه؟ توسيع رقعه ملكه. الرقعه بتاعت ملكه، يبقى هنا برافو مضاف اليه مجرور وعلامه جر الكسره، والهاء ايضا مضاف اليه. دي شويه ملاحظات طلعنا بيهم، يا ريت تكونوا بتدونوا. على الفقرة الثالثة بقى يا شباب، ولكن ماذا جنى عمك من هذا يا ممدود، إلى آخر الفقرة. بقول لي ماذا جنى؟ غرض التحسر. ملحوظة جميلة، الاستفهام الحزين يبقى تحسر. حلوة المعلومة دي، الاستفهام الحزين على طول يديني إيه يا ثانوية عامة؟ تحسر. أما شوف كده حزن في الاستفهام يبقى تحسر. مضاد المشركين، ودي كانت حلوة وناس كتيرة بتعملها، المؤمنين وغير، لا 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 طبعا هي الموحدين، لأن المشرك هو الذي يشرك بالله، أعاذنا الله من الشرك، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ده دعاء الرسول يا أولاد، عشان يبقى توحيدك خالص دايما أكثر منه دايما. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلمه. يبقى المشركين عكس الموحدين. أما المتقين الفاسقين، والمؤمنين الكافرين، والصادقين الكاذبين، يبقى كده صح. معنى الطوفان دي حلوة بقى، دي لازم ترجع للمعجم يا باشا، معناها السيل المغرق. انا شاطر وجيت اشطر منك، ورحت داخل على النت، وقمت داخل على معجم من المعاجم اللي على النت، وقمت كاتب كلمه الطوفان، قمت لعبت السيل المغرق، قمت قعدت اترسم بقى عليك واجيب لك اسئله واوريك انك ما تعرفش حاجه. مضاد العظيم، العظيم دايما عايزك بص دايما بس ترجع للقطعه، خلي بالك ترجع للقطعه، بني بهذا الطوفان العظيم. العظيم هنا مش بصوا، هو ما يقصدش القوه هنا، يعني دايما عظيم عكسها حقير، وعزيز ذليل، وقوي ضعيف. بص في تلازمات لغوية، انا بسميها كده تلازمات لغوية، مع انها قريبة من بعض. يعني ايه يا استاذ نتعود عليها بقى؟ ها، عزيز دايما عكسها ذليل، قوي دايما عكسها ضعيف، عظيم دايما عكسها حقير، الا اذا كانت عظيم بمعنى كثير، لكن هي مش بمعنى كثير هنا. عظيم شيء عظيم عكسه شيء يا شباب حقير، شيء ضخم عكسه شيء ضئيل، شيء كبير عكسه شيء صغير. فدي اسمها تلازمات لغوية، يا ريت تكون كتبتها ورايا، ولو كنت مجري شوية في ايدك تقدم وتأخر. بيبقى مضاد العظيم ايه يا شباب؟ قلنا ها، الحقير. بقول لي لم ينتهي خطر التتار بموت خوارزم شاه. طبعا الحتة دي بقول، طبعا انا بجاوب بديك مفاتيح اجابة. طبعا الحتة اللي جلال الدين بيقول له فيها ان لمصيبتي ذيولا، وان التتار مش هتسكت الا لما تدمر بلاد المسلمين وتحول دمائهم الى انهار، الى اخر هذا الجزء من القصة. لماذا بدا جلال الدين يائسا وكيف شجعه ممدود؟ برضو الحتة دي حلوة، اللي هو جلال الدين بدا يائس لان اباه خوارزم شاه كان اقوى منه اشد صرامة، وكان اوسع ملكا واكبر جيشا، ومع ذلك هزم امام التتار. وجلال الدين برضو منطقي شوية، بقول لك ده كان اقوى مني بمراحل ومع ذلك هزم، مش حال انا بقى. فطبعا ممدود حاول يشجعه، قال له انك ابن خوارزم شاه ووارث ملكه، وكمان سره حي فيك، وكمان الحرب كانت سجالا بين جلال الدين، بين خوارزم شاه وبين التتار، فكان في سببين. وارجو عدم الاجابه الناقصه، وقلت وحذرت طلابي كلهم ان اجابات القصه معظمها بيبقى ناقص، فلما يكون عندك ممدود دفع بحاجتين تكتب الحاجتين، ثلاثه يبقى الثلاثه، ما تفصلش لو سمحت. لماذا بكى جلال الدين وممدود؟ معروفة طبعا لأسر النساء، وممدود كان قريبه. تعال بقول لي بقى، استخرج ثلاث كلمات مضافة. يعني احنا في الفقرات السابقة قلنا معرفة ونكرة، لكن المرة دي مضافة. اولا كلمة عمك، لان احنا اتفقنا اتفاق افتكروه كلكم معايا، ان اي كلمة مضافة لضمير تبقى مضافة، اي اسم عفوا، اي اسم فيه ضمير يبقى الاسم ده مضاف. يعني اول واحدة عمك، اي الاولانية خالص دي مضافة للضمير اهي، معرفة طبعا. غير فقدان، تعرف ان غير دايما وراها مضاف اليه، يبقى غير مضاف. ايوه غير مضاف، صح كده. ها، وفقدان الجزء الاعظم من مملكتي واغراق الاسلام، اغراق مضافه. خلي بالك انا شفت طلاب كتيره بيخلطوا ما بين المضاف والمضاف اليه. يا جماعه هو عايز مين؟ انزل السؤال تحت، هو عايز مين؟ مضاف، مش عايز مضاف اليه. انا عايز الكلمه الاولى، وقلت ان الاضافه بتتكون من مضاف ومضاف اليه. الكلمه الاولى بنسميها مضاف، اللي هي عم في عمك، وغير في غير فقدان، ومملكته صح كده في مملكه، واغراق الاسلام اللي هي كلمه اغراق، وهكذا. تمام يا شباب؟ طيب نيجي هنا لاعرب ما تحت وخط. هنا بقى يعني هناخد بعض الملاحظات. ممدود ده منادى صح؟ طب ملحوظه حلوه قوي، اي منادى علم يبقى مبني،
يا شباب اي منادى علمي يبقى مبني، يا اسامه يا محمد يا علي يا الله سبحانه وتعالى، اي علم يبقى مبني. قل لي كده يعني اعراب ممدود ايه؟ اعراب كلمه ممدود هنا ايه؟ منادى مبني، منادى مبني على الضم. هي مش شرط على ايه دلوقتي، بس المهم احفظ المعلومه دي ودونها عندك في ملاحظاتك. اي منادى علم مبني. غير هنا معلش استحملني انا هنا مش هفسر ليه هي اتعربت كده، ولكن في درس الاستثناء ان شاء الله لما نروح له هنبقى نفسر. بس انا هقول لك ان غير هنا تعرب مفعول به، مفعول به، لان معنى الكلام لم يجني غير، يجني هو غير، يبقى الكلام ناقص منفي زي ما هنعرف بعدين. فمعلش اكتب لي غير مفعول به الى ان ناخذ استثناء سويا. اغراق الاسلام، الاسلام هنا مضاف اليه، هنا مضاف اليه مجرور علامه جر الكسر. أن يكون مسؤولا، طبعا قلت لك يكون هو، قلنا كان أول ما يجي لك حساسية على طول كده تقول فين اسم كان، يكون هو. طب مسؤولا خبر يكون منصوب علامة نصبه الفتحة. آخر كلمة عن هذا كله، دي توكيد معنوي يا شباب، افتكروا مع بعض يا ريت تكتب ورايا، أن نفس وعين وكل وجميع وكلا وكلتا، هذه الكلمات توكيد معنوي بشرطين، أن يضاف لها ضمير. يعني ما ينفعش اقول كل الناس توكيد معنوي، لا، انا لازم فيها ضمير، وكمان لازم يجوز الاستغناء عنها في الجملة. يعني يجوز الاستغناء عنها، اخشى ان يكون مسؤولا عن هذا امام ربه. ممكن فعلا اقرا الجملة بص من غير كل خالص. يبقى اذا التوكيد المعنوي ليه كام شرط، اكتبهم دلوقتي حتى لو مش فاهم، بس اكتب المعلومات دي وخزنها لغاية ما تطرح البركة فيها ان شاء الله. يبقى ايه؟ ها، توكيد معنوي لابد ان يكون في ضمير، لازم يكون في ضمير، كله كلهم لازم يبقى في ضمير، ولازم الكلمه يجوز الاستغناء عنها، يعني ينفع اشيلها من الكلام والكلام ما يتاثرش، يبقى بالتالي توكيد معنوي. وعلى فكره اوشوشك واقول لك التوكيد المعنوي زي البدل، زي الصفه، بيتبع اللي قبله. يعني كله دي توكيد معنوي لهذا، وهذا مجروره، يبقى كله توكيد يا شباب، توكيد معنوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الطلاب، رجعنا من جديد نسمي بسم الله كده ونتوكل على الله تكملة الإجابة. الفقرة الرابعة، وهنا طغى البكاء إلى آخر الفقرة. بقول لي أول حاجة كده مرادف طغى، فاض ولا ارتفع ولا سيطرة ولا ظلمة؟ طبعا أحبائي الطلاب أرجو عدم التسرع، أنا عارف إن في طلبة كتير دلوقتي هيقول لي طغى بمعنى ظلمة، وهو كده ظلم نفسه. ليه بقى؟ علشان أنت ما رجعتش للكلمة في الفقرة. انت لو تلاحظ فوق في الفقرة بقول وهنا طغى البكاء على جلال الدين، يبقى ما تنفعش وهنا ظلم البكاء، لان انا بختار الاجابة من ما بين الاقواس حسب سياق الكلام اللي في الفقرة فوق، ما بيجيب لكش كلمة تختارها كده منفردة لوحدها، لا طبعا. فهنا كلمة طغى البكاء على جلال الدين ما تنفعش ظلمة. صح كده، سيطرة، برافو، اللي كتب سيطرة يبقى هو فعلا رجع للقطعة. بعد كده بيقول لي بقى مرادف مضاد عاقه سمح له، صح كده، ومعنى الخاطر القلب، تمام، وجمع خاطر خواطر، ولم يلبس تفيد السرعة، ومعنى استخرط اشتد، ومضاد هين صعب. بيقول لي ما الذي جال بخاطر جلال الدين؟ طبعا اللي جال بخاطر جلال الدين هو النسوة التي وقعن سبايا في أيدي التتار، وقعد يبكي عليهم بقى يقول أبعد الحجاب المنيع والعز الرفيع، تساق والدة خوارزم شاء إلى طاغية التتار، أي لذة للعيش. تفضل تكمل بقى الجزء ده طبعا زي ما هو موجود قدامك في القصة أو في المذكرة. بيقول لي ولماذا شاركه ممدود في البكاء؟ لأنه ابن عمه العار مشترك. بقول لي كيف فكر جلال الدين في الانتقام من التتار؟ هنقول الخطة بتاعت جلال الدين، عندما فكر جلال الدين في أن يحصن بلاده تحصينا قويا من التتار، فييأس التتار من مهاجمة بلاده، وبالتالي يتوجهون إلى ملوك المسلمين فينتقمون منهم، وبذلك يكون جلال الدين قد ضرب عصفورين بحجر كما يقول، وهو أنه حمى بلاده وأنه انتقم من ملوك المسلمين. هذا الكلام طبعا خطأ، بس مش شرط هنا، مش محتاج ان انا اقول ان الكلام ده خطأ. هو بقول لك ازاي جلال الدين فكر، اكتب له على قد الاجابة وخلاص. بقول لي استطاع ممدود ان يعيد السرور لجلال الدين، الحتة دي طبعا لما قال له يشجعه، لما قال له ان كان ابوك قد مات فانك خليفته ووارث ملكه وانك ابنه وسره حي ما زال فيك، وكمان ان الحرب ما بين خوارزم شاه وما بين التتار كما نذكر كانت سجالا، تارة يهزمهم وتارة يهزمونه. بعد كده بيقول لي اعرب ما تحته خط. بيقول لي وهنا طغى البكاء. هنا دي بقى حبايب الطلاب يا ريت بقى في ملاحظاتنا كده
المذكره اللي معاك لو سمحت او الكراسه اللي بتدون فيها ملاحظاتك، لانك في الاخر هتطلع بشويه ملاحظات زي الفل، بس ركز معايا كده واكتب اول باول. دايما كلمه هنا لما نيجي نعربها دائما تعرب كده يا ولاد، اسم اشاره مبني في محل نصب ظرف، ده اعراب ثابت. يعني ايه اعراب ثابت؟ يعني عمرك ما تغلط فيها، خلاص بقى تحفظ يعني الاعراب اهو يا عم، مش في ثوابت اعرابيه؟ دي من ضمن الثوابت الاعرابيه، ان هنا دائما تعرب كده، اسم اشاره مبني في محل نصب ظرف. على فكره عايز اطول الاعراب شويه اقول لك اسم اشاره مبني على السكون في محل نصب ظرف في مكان، بس مش شرط، احفظ بس العباره ديت ان دائما كلمه هنا تعرب كده. وليها اخوات، ليه هناك وهنالك وثم، عارف انت ثم اللي بفتح الثاء اللي هي ده ايه؟ انا هكتبها لك اهيت، ثم دي يعني هناك برضه على فكره، ثم دي يعني هناك، ما اقول ثم خلاف بين العرب يعني ايه؟ يعني هناك. كذلك لما اقول ثمت عارفينها برضه، ثمت برضه بمعنى هناك. يبقى انا عندي هنا وهناك وثم وثمت وهنالك، فاكرها طبعا، هنالك. كل دول يعربوا ظروف يا اولاد، يعني الخمسه دولت هنا واخواتها هنسميهم ايه؟ هنا واخواتها، اللي هي هنا وهناك وهنالك وثم وثمت. الحاجات دي ثوابت، اول ما تشوفهم تعربهم وانت مغمض اسم مبني في محل نصب ظرف. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا. برها بقى برضه هنا ظرف، لانها حددت زمن الفعل، عاقه برهة، يبقى ظرف زمان منصوب علامه نصبه الفتحه. لأمر هين نعت، تمام، نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. الفقرة الخامسة بيقول لي قال ممدود وهو يحاور جلال الدين حسبه أنه جاد بنفسه في سبيل الدفاع عن بلاد الإسلام إلى آخر الفقرة. بيقول لي معنى حسبه يكفيه، معنى كلمة حسبه يكفيه، وما جمع سبيل سبل، وياريت تشكلها زي ما انا هشكلها كده سبل، عشان تبين له انك فاهم، تبقى ضم الباء يعني. ومضاد نائيه، كانت مكتوبه حتى اهيت، ومضاد نائيه قريبه، لان نائيه بمعنى بعيده، يبقى عكسها يا شباب، عكسها قريبه. بيقول لي بعد كده الاختياري بقى مضاد جاده، جاده بنفسه صح، ادق عباره هنا بخل بنفسه، يجادلهم يقاتلهم، دي الادق والاقرب لسياق الفقره. هواده شده، عكس هواده شده، لان معنى هواده لين. طب مرادف كبا، كبا عكسها او معناها عفوا تعثر، عارف كبا يعني لما نقول تعثر، ماشي تعثر في السكه، ادي معناها كبا. مرادف شريدا، ودي مفاجاه الحلقه بقى النهارده، طريدا، برافو، دي في المعجم كده، لو رجعت للمعجم هتلاقي الشريد هو الطريد وليس الوحيد. السؤال 43 بيقول لي كيف كانت الحرب بين خوارزمشاه والتتار كما وصفها ممدود، لي سجالا تارة يهزمهم وتارة يهزمونه. حاجة تانية من النتائج التي ترتبت على على هزيمة خوارزمشاه. السؤال ده كويس لأنه جامع حتت كتيرة، أولا فقدان الجزء الأعظم من البلاد مثل ري وهمزان وقزوين إلى آخره، ثانيا تعريض المسلمين للخطر، ثالثا موت خوارزمشاه، رابعا أسر النساء. البلاد اللي سقطت في أيديه ما هي؟ البلاد اللي هي رنجان وقزوين وهمدان وسمرقند، طبعا لازم تحفظ البلاد دي. لماذا وصف جلال الدين ملوك بالمسلمين بالخائنين؟ تذكر معايا أن ملوك المسلمين لم يساعدوا خوارزمشاه عندما استغاث بهم. تعال يا سيدي بقى أعرب ما تحته خط، جايز نطلع بثوابت كده من الثوابت زي ما طلعنا فوق. جلادا يجاردهم، جلادا دي مفعول مطلق منصوب بالفتحة، وتقريبا انتوا كلكم عارفينها دي. ما الهوادة دي ايه يا أستاذ؟ الحقيقة هوادة أنا هعربها دلوقتي، لو ما كنتش خدت إعرابها أصبر عليها، هتاخده لما تاخد درس لنا في الجنس. هنعربها مبدئيا كده، اسم لا مفرد مبني على الفتح. طبعا لو خدت اسم لا هتبقى فاهم انا بقول ايه، لكن لو لسه ما خدتش لنا فعل الجنس فاحفظها بس دلوقتي كده. بيقول لي الى ان كبى به الحظ. بص بقى انا بعودنا دايما، احب قوي دايما ان انا اصف الجمله، يعني اصلا كبى به الحظ دي الجمله دي فيها حشو، يعني المفروض ايه؟ كبى الحظ، صح، المفروض كده كبى الحظ على طول. مين اللي كبى الحظ؟ يبقى صح كده الحظ، يعني بقى يا شباب فاعل مرفوع، ها، وعلامه رفعه الضمه، تمام يا شباب. طيب قول لي شريدا وحيدا، وحيدا دي يا شباب اعربها ها
حال تاني. اه ايه المشكله؟ حال منصوبه بالفتحه، منصوبه. اه الحال كده يا اولاد، الحال بيقولوا عليها حال منصوبه بالفتحه. شريدا وحيدا، هل يجوز يتعدد الحال؟ نعم، بنقول كده يجوز تعدد الحال عادي جدا، وممكن اجيب حال ثالث كمان. يعني مات شريدا وحيدا، مثلا غريقا، حريقا، يعني اي حاجه بقى احط ال100 حال، ما فيش فيها مشكله، اللغه يعني مش هتخلص يعني. بقول لي بعد كده يا سيدي اعرف ما تحتوي خط، دي خلاص كده الفقره 5. الحمد لله. يلا يا شباب اقول فقره 6، بيقول لي بقى ايه؟ ليت الامر، جمع الامر في الفقره. انت عارف في كلمه امر بمعنى اديته امر، لكن في كلمه امر بمعنى شان او حال. فلما اقول قام بالامر او كان او زي ما ديت، ليت الامر ينتهي، اي ليت الحال ينتهي. فجمع امر هنا امور، برافو. لكن لما اقول وجهت لفلان امر او فلان يطيع الامر، يبقى اوامر. تمام، شفت؟ لازم نرجع للفقره. طيب تعالى بقى العزه دي لاحسن، دي سؤال امتحانات والله. خلي بالك بقى من الاختيار اللي جاي ده. كلمه عزه من العزه، انا عارف طبعا ان معظمكم كاتبها ايه؟ ذله. لا والله ما هي ذله، خطا طبعا، سهله. ليه يا استاذ؟ تعالى نرجع للفقره. الفقره بتقول ايه؟ عز علينا فراقه، يعني عفوا عز علينا فراقه. هنا معناها ايه بقى؟ صعب علينا فراقه، مش معناها العزه اللي هي عكسها الذل. ما هو لات فيه، ما اقول فلان عز بالاسلام، يعني ايه عز بالاسلام؟ يعني من يعني العزه، مش كده؟ لكن يبقى عكسها ايه بقى؟ فلان ذل بغير الاسلام، دي العزه والذل. لكن لما اقول عز علي ان اراك هكذا، يعني يصعب علي ان انا اراك هكذا، يبقى عكسها سهولا. فبقول لك خلي بالك لحسن، دي سؤال امتحانات، فخلي بالكم منها، ولازم ارجع للكلمه في الفقره. بقول تجري دماء المسلمين انهارا، تشبيه ولا استعاره ولا مجاز؟ تشبيه. اشمعنى يا استاذ؟ يعني لو انت درست التشبيه معايا هتعرف ان التشبيه وجود المشبه والمشبه به. ادي كلمه دماء اهي المشبه، وادي كلمه انهارا المشبه به. واذا رايت ايها الطالب بعينيك اليمين والشمال، لقيت قدامك ايد المشبه والمشبه به، يبقى اسم على طول العلاقه تشبيه، او اسم الصوره تشبيه. قل لي ما الذيول التي يتوقعها جلال الدين؟ طبعا يتوقعها هنا ليس النساء، يعني مش عشان من ضمن الذيول للمصيبه اللي هي وقوع النساء، ولكن بيقول لك يتوقعها. تمام، تعريض بلاد المسلمين لخطر التتار الذين لا يبقون على اخضر ولا يابس، ويقتلون الرجال ويسبون النساء ويذبحون الاطفال، هي دي المصائب التي وقعها جلال الدين. بليوضح كيف استعد جلال الدين وممدود لقتال التتار. السؤال ده طبعا يعني عايز تقول وجهة نظر جلال الدين ووجهة نظر ممدود. وجهة نظر جلال الدين طبعا اللي هي يحصن بلاده، اما وجهة نظر ممدود فكانت الخروج لحرب التتار، ديت وجهة نظر الاثنين. لما في الفصل الثاني ممكن الاجابة تكتر شوية، بس احنا بنجاوب في اطار هذا الفصل، يعني معلش خد الاجابة دي دلوقتي، لكن لما تاخد الفصل الثاني هتعرف بقى ان هم قاموا بالاعداد الجيش وبتدريب الجنود وبقرابة شهر هم بيعملوا في الجيش، لكن هنجاوب على قد الفصل الاول. بقول لي كأعرب ما تحته خط، تعالى الاعراب بقى. ليت الامر، تذكر معايا كده، ها الامر دي تخلي بالك، ليت انت فاكر كان من اخوات ايه؟ من اخوات، ها من اخوات ان. تمام، يبقى اخوات ان بتعمل ايه؟ بتنصب المبتدا وترفع الخبر، اذا اسم ليت منصوب بالفتحه. اسم ليت منصوب بالايه يا شباب؟ بالفتحه. طيب هنا عز علينا فراقه، تعالى نشوف، شوف كده كلمة علينا دي شيلها كده، فاكر كبى به الحظ؟ شلنا به كبى الحظ، اختصرت الجملة شلت الحشو، تلاقي الجملة صغرت وعرفت أعرب. هنا برضو كانت موجودة مين؟ عز علينا فراقه، شيل علينا دي، ها؟ يبقى عز فراقه، مين اللي عز؟ الفراق، يبقى الفراق فاعل. يا أستاذ هي ممكن كلمة فراق تبقى فاعل؟ إيه المشكلة؟ يعني عادي جدا، انتوا دايما ساعات الطلاب بتبقى عايزه الفاعل ده بني ادم عاقل، لا مش شرط، اي كلمه تقوم بالفعل تبقى ايه؟ تبقى فاعل مرفوع، ها، وعلامه رفعه الضمه. السؤال اللي بعديه بيقول لي الاعراب اللي بعديه، ولكن لمصيبته ذيولا. يا حلو، شوف بقى، انا معلش انا عايز ايه؟ عايز اجيب الكلمه دي جنب بعضها كده، بص كده، ولكن لمصيبته ذيولا، برضه هنعمل الحركه اللي انا بنعملها سوا، ها، نشيل الحشو
ونحملها كده بقت لكن ايه زيولا لمصيبتي. على فكرة يعني في تقديم وتأخير المرة دي مش حشو دي بقى يا اصل الكلام لكن زيولا لمصيبتي. يبقى اسم لكن صح ذيولا ديت اسم لكن. ازاي يا استاذ اسم لكن؟ ايوه منصوب بالفتحة ما هي لكن من اخوات ان مش كده ولا لا؟ اسم لكن ها منصوب بالفتحة. طبعا في ناس يقول لك لا يا عم انت لازم تقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة وإلا تبقى خسئت يعني. لا والله تنفع الاثنين تنفع. هو الأدق طبعا ان احنا نقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لكن ما تخافش يا عم لو قلت منصوب بالفتحة اخر السنة هتتحسب يا عم. ما تخافش يعني احنا الطلبة مش ناقصين كالكعة اصلا يعني. يبقى قلنا فراقه هتبقى فاعل وزيولا اسم لكن منصوب علامة نصبه الفتحة والأمر لإسم ليت منصوب علامة نصبه الفتحة. وأذكرك بالمرة معلش يعني جدعانة مني كمان يا عم عامل لك جدعانة كمان إن أخوات إن هي إيه شباب إن أن كأن لكن ليت ها لعل بتعمل إيه تنصب الاسم ها وترفع الخبر. تنصب الاسم وترفع الايه شباب الخبر. طيب تعالى بقى يا باشا عشان ما اطولش عليك اكتر من كده. لا لسه 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 حتى تجري دماء المسلمين انهارا حقك عليا. كلمة انهارا هنا ها مين يقول الناس تشارك معايا كده حال تمام 10 على 10 حال منصوب بالفتح. طب حد يعرف يقول لي ايه اللي اكد له انها حال؟ ايه اللي حال يعني 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 ايه اللي اكد لك يعني حال منصوب وعلامه نصبه الفتحه؟ انك لو سالت عنها بكيف بص تعالى نرجع تاني كده بقول لك كيف تجري دماء المسلمين انهارا من علامات الحال انه نكره يسال عنه بكيف. من علامات الحال انه ايه ها نكره يسال عنه بكيف. ده يعني تعريف كده مبدئي كده تصبيره كده لغايه من ايه ما نبقى نعرف الحال جامد الحال ككل يعني نشرحه كاملا. كده اعربنا ما تحت الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي الطلاب. عدنا من جديد مع بعض عشان نكمل الاجابات. بقول لي مضاد الرفيع يا رب بقى نكون اتعلمنا نرجع للكلمة في الفقرة. بقول لي السميك ولا الغليظ ولا الهابط ولا الرخيص. نرجع تاني كده ابعد العز الرفيع. كلمة الرفيع في الكلام العادي ومعظم استخدامنا ليها بتبقى بمعنى النحيف وعكسها السمين. لكن في الفقرة ما تمشيش كده خالص. العز الرفيع زي الذوق الرفيع يبقى معنى الذوق الرفيع يعني العالي. يبقى عكس العز الرفيع عكسها الهابط. شفت بقى؟ لأن معنى الرفيع في الفقرة العالي وبالتالي يبقى عكسها الهابط. جمع الحجاب أحجبه ومرادف تساق تقاد. وجمع الطغاة دي حلوة. جمع طاغية دي حلوة قوي قوي. وكلمة امتحانات طواغي. ليه بقى؟ تفصيل. خلي بالك كده معايا بقى وترطق لودانك وبرق لعينيك. بص يا سيدي عندك طاغي مش كده؟ عندك طاغي كلمة طاغي المذكر ديت جمعها طغاة. صليت على النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وعندك طاغية اللي هي المؤنث ديت جمعها طواغي. وساعات تكتب طواغن. عارف انت القصة بتاعت ايه حذفية المنقوص. وعندك كلمة طاغوت. طاغوت يعني ايه يا ولاد؟ كل ما يعبد من غير الله فهو طاغوت. اي شيء وثن او شخص او اي شيء يعبد من غير الله يعبد برضاه طبعا يبقى طاغوت كما عرفها المفسرون. يبقى الطاغوت كل شيء يعبد من غير الله. طاغوت هنا جمعها طواغيت. صليت على النبي. شفت بقى قريبين من بعض ازاي؟ برق لهم كده ها طاغي طغاه ها طاغي طغاه طاغيه طواغي او طواغن طاغوت طواغيت. طيب بقول لك ابعد العز الرفيع الاستفهام هنا غرضه ايه؟ نفي ولا التهديد ولا الانكار ولا التحسر؟ افكرك بمعلومه حلوه بتقول لو كان في حزن يبقى تحسر. صح كده. يبقى هنا الاختيار الصحيح لان شعور جلال الدين في الفقره ايه اللي غالب عليه؟ اللي غالب عليه طبعا الحزن يبقى تحسر. فاجعه يعني مصيبه. الفاجعه اللي هي المصيبه. من تركان خاتون اللي هي ام خوارزم شاه. كيف وقعت في ايدي التتار؟ لما ابوه كان بيحارب التتار وايقن بالهزيمه كان معاه بعض النساء فامر بعض الجنود ياخدوا النساء ويهربوا ويرجعوا بيها الغزنه عاصمه ملك خوارزم شاه. لكن التتار للاسف الشديد علموا باخبار هذه النساء
واستطاعوا أن يسيطروا على الجنود ويأسروا هؤلاء النساء. بقول كيف حاول ممدود التخفيف عن جلال الدين، حتى بتاعت نقولها 100 مرة ها تمام، الحرب كانت سجال، كان يهزمهم طارة ويهزمونه طارة، وأنك ابن خوارزم شاه وخليفته ووارث ملكه وسره حي فيك، أعرب ما تحته خط. تعال بقى جايز كده نطلع برضو ببعض الايه الحاجات الجميلة. ليس في الدنيا مصيبة، فاكرت عن الحطة بين قوسين الأول ها، ليس في الدنيا بص كده مصيبة. طيب خلاص كده حددنا الجملة، تعال نشيل كلمة في الدنيا دي كده، ما احنا مش بنقول نشيل الحشو الأول، بنجرب كده، يبقى ليس مصيبة، أصلها كده ليس مصيبة، يبقى مصيبة اسم ليس مرفوع بالضمة، لأن خلي بالك إن ليس من أخوات كان، يبقى كلمة مصيبة ها اسم ليس مرفوع تبقى نصيبة لو كاتب منصوب ها بالضمة، تمام كده، أو علامة رفعه الضم. بولي تساق والدة خوارزم شاه، واضح طبعا ان الفعل هنا شباب مبني للمجهول، الفعل تساق ده ليه مضموم اوله مفتوح ما قبل اخره، يبقى مبني للمجهول، وبالتالي يبقى اللي وراه على طول نائب فاعل، يبقى مرفوع طبعا، مرفوع دايما نائب الفاعل مرفوع على طول يا ولاد، وعلامة رفعه الضم. طيب ملحوظة بقى، بنقول ان الفعل المضارع ها المضموم أوله والمفتوح ما قبل آخره بنسميه إيه؟ ها؟ مبني للمجهول، مبني للمجهول، زي يضرب، يكسر، يقال، يساق، يعاد، وهكذا. يبقى والده هنا نائب فاعل مرفوع بالضم. بقول لي هنا الى طاغية التتار كل فاجعة في الحياة تهون. اوعى بقى انت تزعلني منك وتقول لي توكيد معنوي، لا يا باشا دي مش توكيد معنوي. لو تفتكر معايا احنا اشترطنا ان التوكيد المعنوي لابد ان يكون في ضمير ويجوز الاستغناء عنه، اذا دي مش توكيد معنوي، دي تعرب حسب موقعها في الجملة. على فكرة دي بداية جملة جديدة، تلاحظ كده اهو، بص لو عملنا فصلة كده كل فاجعة في الحياة تهون، اهو بص ادي الجملة الا هذه، ماشي يعني لغايه انا اجيب لك الجمله لغايه اخرها، يبقى دي جمله، جمله دي جمله في وسط فقره. طيب امال دي جمله، جمله ايه دي، جمله اسميه ولا فعليه؟ هي كل ديت ايه يا استاذ؟ ساعات ولاد بيفكروا عشان كل صغيره كده اقول لك حرف، يا راجل حرام عليك، هي بالكيلو ولا بالوزن؟ لا طبعا كل ده اسم عادي جدا. طب ما هي اسم وقع في بدايه الكلام، اي أيوة والله ينور عليك، مبتدا ها مرفوع بالضمه، صح كده، مش توكيد معنوي. قلنا التوكيد معنوي يبقى يجوز الاستغناء ايه قلنا عنها، لكن هي هنا ما فيهاش ضمير ولا يجوز الاستغناء عنها. ده بالنسبه لاعراب ما تحته خط. تعال الفقره 8، بقول هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد. دي حاجات دي حفظ من السنه اللي فاتت، وان شاء الله في اخر الحصه هبقى اعرض عليك كده مجموعه من اسماء الافعال اللي تفتكرها. مضاد دانت، دانت يعني خضعت، عكسها عزت، لان دانت خضعت يعني ذلت خلاص، خضعت ما بقت في خضوع وفي استسلام شديد جدا، فعكسها هنا ايه عزت. مفرد سراياه سرية، تمام السرايا اهي جايه بعدها، معنى السرايا على فكرة مجموعات، لا قواد ولا جواسيس ولا اسلحة، السرايا مجموعة من الجنود ماشية. مضاد تطمع تزهد، دايما بقول طمعان في الحاجة يبقى عكسي زاهد فيها. نجليهم مش نجالدهم، دي نجليهم يبقى نطردهم، صح كده، اما لاجل العدو يبقى اطرده. غرض الاستفهام في الفقره، نروح كده بيقول ايه، ها هي هات يا ممدود، ابعد ان دانت لهم خراسان كلها ودخلوا وعملوا وسووا، تطمع ان نفعل كذا، واضح قوي 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 الاستبعاد. ايوه يا راجل يا طيب، هنا الاستنكار ده يعني في غضب، هنا جلال الدين مش غضبان ولا بيوبخ، طب هو غضبان من مين او بيوبخ مين؟ ولا في حيره، ده هو بيستبعد الشعور المسيطر عليه اهو. حتى السؤال اللي بعديه بص على طول بيخدمك اهو، بيقول لك ما الشعور الذي سيطر على جلال الدين في الفقره؟ بيقول لك هيهات يا ممدود، ابعد ان دانت لهم خراسان كلها ودخلوا الري وملكوا همدان وعصفوا برنجان واتخذوا طغيتهم سمرقند قاعده الله يبعث منه جيوش وسرايا في بلاد، تطمع في ان نغلبهم بسيوفنا ونجلهم عن بلادنا؟ طبعا ده مستحيل، قصده كده يبقى الاستبعاد، يبقى الشعور هنا الياس. بقول لي بقى بعد كده السؤال اللي بعديه، بما وصف جلال الدين شخص ابيه، فاكر وصفه بايه؟ بالصرامه وبالقوه وبالذكاء
وبأنه أكثر جيشا وبأنها أوسع ملكا. طب لماذا؟ السؤال ده أنا عارف حير طلبة شوية. لكي يقنع ممدود بمدى العجز الذي يعانيه. ما هو جلال الدين بيبرر يأسه، عايز يوري ممدود ان انا مش ضعيف، الموقف هو اللي اكبر مني. اذا كان ابويا اقوى مني واكثر مني جيشا واوسع مني ملكا واشد مني صرامة وخبرة بالقتال، الا انه هزم. فلذلك هو يبرر لممدود حالته السيئة. بما رد ممدود على جلال الدين وما اثر ذلك عليه، طبعا انت فاكر جلال رد عليه قال له ايه؟ قال القصة اللي عمال نقولها، ايوه كده، الحرب سجالا وانك انت ابن خوارزم شاه. طب ايه اثر ذلك على جلال الدين؟ ها جلال الدين بدأ يعني يفكر بعد هذا الكلام، بدأ يفكر في وضع خطة لقتال التتار. بقول لي اعرب ما تحته خط. هيهات دايما كده بقى ثابت من الثوابت، احنا مش كنا خدنا هنا واخواتها ثوابت. هيهات دايما لما تشوفها اعرب كده اسم فعل ماضي مبني، عشان مش شرط تقول مبني عليه على فكرة، هي دايما بتتعرب كده، دايما بتتعرب كده. جميع الاسماء الافعال اعرابها ثابت، جميع اسماء الافعال تعرب اسم فعل مبني دايما كده. ايه اسماء الافعال؟ زي سرعان وشتان وامين وحي، قلت لك هبقى اعرض لك في الاخر بعض اسماء الافعال افكرك بيها. يعني بقول لي اهو بعد ان دانت لهم خرسان كلها فيها ضمير، تمام، ادي اول حاجه على فكره ان فيها ايه؟ قلنا فيها ضمير ويجوز الاستغناء عنه، تبقى ايه يا ريس؟ توكيد، بالظبط، توكيد معنوي. طب توكيد معنوي لمين؟ لخراسان. خراسان نعربها ايه؟ فاعل. ما هي مين اللي دانت؟ خراسان. يبقى توكيد معنوي مرفوع بالضمه، لان يا حبايبي يا شطار التوكيد المعنوي تابع زي البدل والصفه. يمكن انا قلت لك في اول الفقرات خالص لما اعربنا كلمه خوارزم بدل قلت لك ان البدل تابع، ودلوقتي بقول لك ان التوكيد المعنوي هو الاخر تابع، يبقى كلها توكيد معنوي مرفوع بالضمه والهاء طبعا. ده الدقه، يعني ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، يبقى كده انا اعربت كلها. اتخذ طاغيتهم سمرقند قاعده لهم، تمام. قاعده هنا مفعول به، بس لازم تقول لي ايه بقى لو سمحت كده؟ مفعول به لو سمحت كده ثاني. ليه يا استاذ؟ مفعول به ثان عشان اصلا كلمه اتخذ زي اعطى ومنع والبس وكسى، اللي هي الافعال اللي تنصب مفعولين، فاتخذ من الافعال اللي تنصب مفعولين، لان فين المفعول الاول؟ سمرقند. ما هو تعالى نعرف الجمله من الاول كده يا ريس، اتخذ فعل ماضي، طاغيتهم فاعل صح، سمرقند مفعول به اول، وقاعده مفعول به ثاني، ماله؟ منصوب طبعا، منصوب بالفتحه طبعا. يبقى دي كده عرفنا ايه؟ ها، ان اتخذ من الافعال اللي تنصب مفعولين، افكرهم لك، اعطى، ها، منح، ها، البس، كسى، مش كده؟ علم، كسى لا الاول، منع، وهب، مش كده؟ اعطى، منح. بص كلها افعال شحاته. ايه افعال الشحاته دي يا استاذ؟ اعطى، بيمنح، بيلبس، بيكسي، بيمنع، بيوهب. انا مسميها كده، ما هي مش في اللغه كده، يعني اسمها افعال الايه؟ افعال الشحاته. دي بتنصب ايه يا سيدي؟ بتنصب مفعولين، وطبعا في افعال اخرى كتير، واتخذ طبعا. بيقول لي بعد كده، لا خلاص ما يقولكش بقى يا عم كده، 8 خلصنا الفقره الثامنه. تعالى للفقرة التاسعة بقى، بقول لي لقد كان لوالدي 20,000 إلى آخره، مفرد فرسان فارس. مفرد أضعاف ضعف، خلي بالك، ضعف لأ، هي ضعف، تمام. الجحافل الجرارة طبعا واضحة قوي، جحافل يا راجل تحب بالكسرة، مش كسرة العدد. مضاد بأس حلو قوي 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 قوي، ضعف يا أستاذ مش جبن ولا سعادة. في بأس وفي بؤس، التانية اللي انت خلطت اللي بعد اختار، في بؤس كده، ربنا يعزنا من البؤس، بؤس يعني حزن صح؟ انما بأس، بص مقربين بعض خالص، بأس دي قوة، ما قول فيه بأس شديد يبقى ايه؟ قوة. فخلي بالك اللي موجودة مين؟ اللي موجودة بأس، يبقى اللي بمعنى ايه يعني؟ قوة، يبقى عكسها ايه؟ ضعف. الصرامة زي ما انت خدتها قبل كده بمعنى الحزم. ما ظنك بي وانا دونه، هنا اظهار اليأس، برافو، حسب السياق هنا يظهر جلال الدين يأس.
تعالى بعد الأسئلة المقالية السريعة بقى كده، بما تعلل قوة التتار؟ كثرة عددهم وقوة أسلحتهم وخبرتهم بأمور القتال. عندهم كثرة عدد، متوحدين، عندهم أسلحة كتير. طب إيه سياستهم مع من يغلبونهم؟ يقتلون الرجال ويذبحون الأطفال وينهبون المال ويهدمون الدور ويهتكون أعراض النساء، يعني أمة همج زي ما عرفت يعني. بيقول لماذا تحرش خوارزم شاب قبائل التتار المتوحشة؟ طبعا أنا كده مغير لك السؤال، يعني أنت السؤال المعتاد عليه إيه؟ بما دافع ممدود عن خوارزم شاب، بدل كده قلت لك لماذا تحرش خوارزم شاب اللي هو تقول كلام ممدود، اللي هو اللي قال لا يعطل جنوده عن العمل، كمان لينشر الإسلام في بلاد لم يدخلها الإسلام بعد، ليوسع رقعة ملكه. بيقول لي مات خوارزم شاه لكن سره حي لم يمت. ايه المقصود بسر خوارزم شاه؟ سر خوارزم شاه هو الاصرار، هو الصرامه، هو القوه، هو التحمل، هو الدفاع والاخلاص من اجل الاسلام. كل هذا قد ورثه من جلال الدين. فاذا ده سؤال استنتاجي، مصح ايه السر اللي عند جلال الدين؟ هي الاوصاف الجميله اللي جلال الدين كان شايفها في مين؟ في ابوه. فممدود بيقول له طيب ما الاوصاف دي؟ طب ما انت ابنه، يبقى انت ورثت عنه هذه الاوصاف. واللي بما تعلل العلاقة، قوة العلاقة بين ممدود وجلال الدين؟ طبعا زي ما انت عارف في اربع روابط بتربط الاثنين، ان ممدود ابن عم جلال الدين ادي واحدة، وزوج اخت جلال الدين ادي تانية، وكمان وزيره، وكمان صديقه المخلص. تعال بقى يا سيدي اعرب ما تحته خط، تعال نشوف ايه اللي تحته خط. لقد كان لوالدي 20,000 من الفرسان. تعال كده بحب انا ايه احط القوسين دول، ها لقد كان لوالدي 20,000، ايه اللي نشيله، ايه اللي ينفع اشيله؟ ها لقد كان 20,000 من الفرسان لوالدي، صح كده؟ كان 20، ايوه اسم كان مرفوع بالواو، صح كده؟ 20 اهي ماله كده، ها اسم كان مرفوع بالواو، لانه اسمع بقى كده موشوشك بالعباره ديت بقى، ملحق ها بجمع المذكر السالم. صليت على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، خد مني المعلومه ديت وبعد كده هنبقى نفكرك بيها، معلش بس خدها مني بقى دي. بقول لي فما اغنت عنه تلك، فما اغنت تلك، من اللي اغنت؟ عادي جدا، تلك دي اسم اشاره، اسم اشاره ماله، اسم اشاره ها مبني في محل رفع فاعل، ما هي مين اللي اغنت تلك؟ يبقى تلك دي فاعل. انا معلومة حلوة، طلع لي كده المذكرة الذهبية واكتب. الضمائر المنفصلة تعرب غالبا مبتدأ، الضمائر المنفصلة تعرب للأمانة العلمية هو غالبا ها مبتدأ. ما بتلاقي ضمير منفصل كده واقف لوحده كده غالبا ما بيعرب مبتدأ، يبقى أنا أقول على إيه؟ ها أنا ده أقول على إيه؟ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، تمام كده. بقول لي وعظم سلطانهم، عظم سلطانهم، سلطانهم اسمع يا سيدي ها فاعل، تمام فاعل ماله مرفوع بالضمه، تمام كده. وهم طبعا هم ها ضمير مبني في محل جر، زي ما انت اتعودت معايا بقى جر مضاف إليه، عشان من الثوابت ايه هي؟ ان اي ضمير يتصل بالفعل الاسم يعرب في محل جر يا شباب مضاف اليه. طب استاذ مش عظمة ديت مبني للمجهول؟ لا يا حبيبي، التانية فوعيلة لكن عظمة، يبقى فاعولة، يبقى مش مبني للمجهول، يعني عادي اللي بعدها فاعل عادي. بيقول لي جمع خليفة خلفاء ولا خلائف ولا كلاهما صحيح؟ كلاهما صحيح. مفرد رعاياه، دي رعية عادي جدا. مرادف سجالا، سجالا يعني متداولة، يعني ايه متداولة؟ انت مرة وانا مرة، دي معنى كلمة سجالا. مضاد طواه، طواه معناها اخفاه، يبقى عكسها نشره. مضاد نائية قريبة، جزيرة نائية كانت بعيدة، يبقى عكسها قريب. من المتحدث وما هدفه؟ ممدود هدفه تشجيع جلال الدين، يبقى المحدث مين هنا؟ ممدود، وهدفه تشجيع جلال الدين. ابن وارث خليفة، غرض العطف، حلو قوي السؤال ده، وانا عارف ناس كتيرة قوي سألت فيه. اقول له غرض العطف اولا الترتيب المنطقي، ده اولا بين الكلمات ترتيب منطقي، طالما ابنه هيورثه ولما يورثه يبقى الخليفة. طيب
لما الترتيب المنطقي ده يؤدي للإقناع والتأكيد، هنا العطف يدل على رغبة ممدود في إقناع جلال الدين وفي التأكيد على أنه يملك مقومات النصر، فلم يكتفي بابن فقط بل عطف عليها وارث وعطف عليها خليفة. وده سؤال بقى، أسئلة من بتاع تشغيل الدماغ. ها الحتة بقى بتاعت أين تقع هذه الجزيرة النائية، طبعا ديت أنا عارف أنت يمكن في الفصل الثاني اللي ما درسوش لسه الفصل الثاني، علش يا سبق الأحداث شوية، طبرستان هي جت كده في وسط الكلام اللي هو مات في جزيرة النائية في إيه، في طبرستان. الصليبيون أخطر من التتار، سؤال مشهور جدا، لأنهم يهاجمون البلاد في صميمها ويزيدون عليهم بتعصبهم الديني البغيض. أعرب ما تحته خط، على سيدي نشوف تحت خط بلاد رعايا، البلاد بتاعت رعايا، تمام، الله ينور عليك. ها رعايا، ها مضاف إليه مجرور صح كده بالكسرة، ها والهاء ضمير مبني في محل برضو جر مضاف إليه. أستاذ اتنين مضاف إليه ورا بعض، يا عم انت خسران حاجة، بتدفع من بيتكو حاجة، مش احنا قلنا الحال بيتعدد والمضاف إليه بيتعدد والصفة بتتعدد والمبتدأ بيتعدد والخبر بيتعدد، تخافش اللغة بتاعتنا مليانة. لقد كانت الحرب بينك وبين أبيك وبين هؤلاء سجالا، حلو قوي، أنا عايز أحط الجملة دي بين قوسين زي ما عودتك، تعالى كده، كانت الحرب بدأت بكانت الحرب بين سجالا، كانت كده خلاص. تعالى بقى يا باشا نلم الكلمة، إيه اللي ننفع نشيله، اللي ينفع نشيله من الجملة بينك وبين أبيك، اقتصد لقد كانت الحرب إيه، شفت صغرة الجملة ازاي، حرب كانت الحرب سجالا، حرب اسم كان بالظبط، برافو، يبقى خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة. شفت انا عملت ايه، الاول حددت الجملة شلت الحشو لقيت الجملة تلمت على بعضها، يبقى دي خبر كان منصوب بالفتحة، وده ارجو الطريقة ديت يا رب تتعود عليها لانها طريقة كويسة جدا انك تخليك تعرف تعرف. بقولي فمات شهيدا، طبعا حال، برافو، ها مش كنت قلت لك من شوية ايه هو الحال، الحال اسم نكرة يجوز السؤال عنه بكيف، يبقى شهيدا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كل ده تدريب على الاعراب يا شباب، وانا عارف الناس دلوقتي بتستغرب واستاذ ما بعرفش اعرب والكلام ده، واحدة واحدة حبيبي هتلاقي نفسك بتعرف تعرب ان شاء الله رب العالمين، بس الموضوع عايز ممارسة، لاني قبل ما اديك الفاصل اديك نصيحة، الاعراب كأنك بتتعلم العجل او تتعلم سواقة العربيات او تتعلم السباحة، هل ينفع مهما شرحت لك يعني ايه سواقة عربية، تخيل كده معايا، انا قلت لك هتسوق العربية تفتح الباب تدور عربية تدوس برياش الا اذا كان بقى اوتوماتيك انت حر، وتبدأ مش عارف تعمل ايه، عارف الكلام ده كله حفظته لك في كتاب، بالله عليك لو انت نزلت ركبت العربية هتلاقي نفسك داخل في اقرب عمود لك، المهم يكون عمود بس، يعني ليه يا استاذ كده، ما احنا اتفقنا السواقة ممارسة، يعني لازم تمشي شوية وحد جنبك ويقولك لا مش عارف تنزل في مطب، لا تخش الشارع غلط، انت فاهم القصة دي، اهو الاعراب كده بالظبط، عايزك تتخيل كده بالظبط، الاعراب مرة تصيب مرة تخيب مرتين يصيب ومرة يخيب وهكذا، فاهم، هتلاقي مرة في مرة الكلام بدأ يتكرر، خلاص طالما بدا الكلام يتكرر يبقى انت عرفت تعرب، وان شاء الله رب العالمين. طب لاحظ ان اكتر الوقت رايح في الاعراب، وانا مبسوط من كده عشان تطلع متعلم بحاجه ان شاء الله من الاسطوانه ديت باذن الله. احبائي الطلاب السلام عليكم من جديد، رجعنا لاخر فقرات موجوده معانا في القصه، اخر فاصل بقى عشان يبقى خلصنا القصه، ما عليك من هؤلاء الى اخره، حسابهم على الله، الحساب معناه الجزاء، مش الثواب ولا العقاب، ما قولها حاسبه يبقى الله اعلم بقى، لسه هنشوف يتجزى ولا يتعاقب، يبقى نسميه ايه، يتساب او يتعاقب، يبقى نسميه ايه، جزاء. معنى ثغرة دايما كلمة ثغرة فتحة فعلا، فلا يؤتين من قبله، على فكرة كلمة قبل يعني امامه، يبقى عكسها خلفه، مش من قبله، هي من ايه، من قبله يعني من امامه، يعني هيا بمعنى اسرع. نناجز، معنى كلمة نناجز يعني نقاتل، من المقصود بهؤلاء اللي هم الملوك المسلمين في العبارة طبعا، وبما اتهمهم جلال الدين، اتهمهم بالخيانة وأنهم يحاربون بعضهم البعض على حساب الإسلام، ولا يهمهم أن يستعينوا بالصليبيين، فكرة التهمة ديت أنهم جبناء وأنهم خائنون. كيف بدأت شخصية ممدود في هذه الفقرة؟
واضح ان ممدود هنا بيقولوا ما عليك من هؤلاء حسابهم على الله وكل واحد فينا على صغرة من صغر الاسلام فلا يؤتين من قبله. هنا واضح ان شخصية ممدود تبدو هنا بنقول عنها شخصية عملية، شخصية حكيمة ملهاش دعوة بقى بغيرها، انا ليه دعوة بتصرفاتي انا. جلال الدين عمال يعلق ويلوم على ابوه ويلوم على المسلمين ويلوم، قال له طب سيبنا بقى من الكلام ده كله، خلينا في الكلام العملي، كل واحد فينا يعمل اللي عليه، يبقى شخصية عملية وشخصية حكيمة. بما رد عليه جلال الدين، فاكر طبعا جلال الدين قال له لا ده الكلام ده كان ايام نور الدين وايام صلاح الدين، وكان الملوك دي هي اللي بتحرر الاراضي المسلمة من الصليبيين، اما هؤلاء الملوك فانهم يعني يستعينون بالصليبيين على بعضهم البعض. ايه رأيك؟ والله انت براحتك، يتميل لرأي ممدود. على فكرة التاريخ بيقول ان كان فيهم كده وكان فيهم كده، يعني رأيك ده يبقى انت حر فيه وما تخافش من حكاية رأيك دي، انك انت بتقول ان انا اميل الى رأي ممدود لان كان فعلا ملوك المسلمين كان فعلا العالم الاسلامي بتحارب هذه الفترة، وكمان انت ملاحظ انك حنميل مع رأي ممدود ليه يا ولاد. طب لاحظ ان ممدود يعني عاقل شوية عن جلال الدين، جلال الدين تحس انه ايه، تحس انه مجنون شوية كده يعني ومتسرع يعني. تعالى يا سيدي بقى الفقرة 12، هانت ايات فأطرق جلال الدين هنيها الى اخره. أطرق هنا توحي بي الحيرة، ما هو بيفكر لان في امرين مختلفين عنده فعمال يفكر. مضاد صائب خاطئ، حلوة دي كلمة امتحانات دي، ليه يا شباب؟ اصل انت لو تفتكر صائب يعني اصاب الهدف، يبقى عكسها اخطأ الهدف. ماض لما تشير به علي، هنفذ اللي انت بتقوله، حب ولا تواضع ولا ثقة ولا اندفاع؟ ثقة طبعا، ما انا لما بكون واثق في حد قوي بعمل اللي بيقول عليه. ستكون يدي اليمنى، هذا التعبير يوحي بايه؟ يوحي باعتماد جلال الدين الكبير على ممدود، يوحي بقوة الرابطة بين ممدود وجلال الدين، يوحي ايضا بالثقة المتبادلة ما بينهم من الاثنين، يبقى فيها ثقة فيها قوة اعتماد فيها قوة ارتباط. بقول بما اقتنع جلال الدين ولماذا؟ طبعا زي ما انت عارف اقتنع بحجة ممدود في انه يخرج لحرب التتار، لان ما حارب قوم في عقر دارهم الا ذلوا، التتار لهم مهم تحصينات، جنكيز خان لن يدخل بلاد المسلمين حتى يقضي على دولة خوارزمشاه. الفقرة 13، بقول تهللت جلال الدين، كلمة تهللت في اللغة معناها انفرجت، معنى الاسارير كلمة اسارير ملامح الوجه، يعني عارف الخطوط اللي بتبقى في الوجه دي اسمها أسارير. بشرك الله بالخير، ده خبري لفظا إنشائي، انت ممكن تقول عليه دعاء صح معنى، بس ده الدقة بقى، غرضه الدعاء. وزي ما هتدرس كده في الأساليب إن شاء الله في البلاغة هتعرف إن في حاجة اسمها إيه، ها، خبري لفظا إنشائي إيه معنى، اللي هو بشرك الله بالخير. أحباب الطلاب أرجو أن تكونوا استفدتم، وخصوصا من معركتين او ثلاث معارك. المعركة الاولى هي معركة الاختياري وازاي ابقى مركز فيه جدا وارجع للفقرة. المعركة الثانية هي معركة الاعراب وازاي اعرف اشيل الحشو، وطلعت بشوية ثوابت حلوين كده هعرضهم عليك دلوقتي. كمان يا حبيبي طلعنا بمعركة الاجابة الناقصة، ان احنا ما نجاوبش اجابة ناقصة. وتعالوا دلوقتي حبيبي الطلاب اراجع معاكم سريعا كده النحو اللي انتوا خدتوه